مشاهدي هوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه بداية الأسبوع من برنامجكم تاكتيك كما تعودتوا، وبغينا لكم هذا يكون عندكم أن موعد ديال برنامج تاكتيك اللي غيبدا يجيكم من 2 الجمعة مع 8 ونص، أو ملي كيكونوا المباريات أو الحدث اللي هو كبير أو المباريات الكبرى، فكنجيو من بعد هذه المباريات او الاحداث الكبيره. افكار غتكون جديده كما تابعتوا، كاين برنامج جوم سبور على اوريزون تي في، برامج اجتماعيه اقتصاديه سياسيه وحتى متابعه الحدث الاني، يعني ماشي بالضروره يكون برنامج فيما يكون الحدث، ثم كاين افكار ان شاء الله غادي تجي مستقبلا، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله من خلال اوريزون تي في. فتابعونا على الصفحه ديال اوريزون تي في على الفيسبوك، وكذلك كاين لقطات كتعاود، كاين اخبار وكاين برامج اللي كتشوفوها وكتعاود تشوفوها حتى على اليوتيوب. الرقم اللي كتواصلوا معنا فيه هو 06 61 22 52 82، غتلقاو معاه على الصوره. اليوم بعد قليل غادي نستضيفوا بعد قليل سي حسن بالخضر اللي هو المشرف العام لفريق اتحاد طنجة، واللي راج مؤخرا هضر على اتحاد طنجة تم منعه مؤقتا من انه يسجل لاعبين تيتبت او يجيب وثائق اللي كتعطي لك الضمانات الكامله، وبالتالي لحد الساعه ما قدرش انه يدرج لاعب بحال عصام الراقي مثلا اللي جابه مؤخرا، ثم مسألة انه هو دخل بقوة فريق اتحاد طنجة في اللاعب اللي هو فوزير، ففوزير محمد هو لاعب الان يقال انه بين اتحاد طنجة وفريق رجاء رياضي اكسترا اكسترا من الامور، ولو انه فوزير على حسب الاخبار اللي سمعنا هو لاعب الان تطلب انه يلعب، يعني طون دو جو باغي يلعب المباريات، وهذا اللي تيقربوا من اتحاد طنجة على حسب ما يقال. فهذه اخبار كلها، ثم مسألة عبوته. كان بغينا يكون معنا سي حسن فيلي كما شفتوا في الاعلان، انما في الاخر اجتماع مطول خلى سي حسن فيلي يمكن ما غاديش نقدروا نتواصلوا معاه، وباقي ان شاء الله غدا ومازال غدا ان شاء الله غيكون عندنا مواضيع اخرى. غنرجعوا لفريق الرجاء اللي نشوفوا اخر الاحداث، لان ما يقال او ما يروج بان اوزان هو اللي غيتكلف او غيكون رئيس، واش هي مضمونه 100%؟ هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. ثم غنرجعوا للاحداث الرياضيه، منها كاس العرش، منها مباريات العصبه وكاس الكاف، وبيان سور كما شحال واحد يقدر يشوف ان غفلنا المنتخب الوطني المغربي، فهذا غير صحيح. المنتخب الوطني المغربي ماشي غفلنا، كانت مقابله كنا عارفين من المنتخب الوطني المغربي غادي ينتصر، لكن كان فقط بغينا نشوفوا الطريقة اللي كانت، وبان في هذه المقابلة واش هذا تتفقوا معاه من خلال الرقم اللي غتشوفوه دابا على الشاشة 06 61 28 52 82، اللي غيعطيو لينا دابا السي محمد اللواحي والسي خالد فرحان. كيقول لي السي محمد السويكي واش ممكن تهضروا شوية على شباب الريف الحسيمي؟ أظن حتى هو فريق مدينة المغربية، ولا اللي بغيتوا الحدث فهو الجامعة سيدنا الفريق. متفق معك، كنتسنى يتنصب رئيس، هو دابا الان كيتنصيب رئيس جديد داخل الفريق شباب ريف الحسيم. وثق بي اني اتصلت بالاخوان وتقدر تسول سي بوشحاتي وتسول الناس داخل الفريق شباب ريف الحسيمي، ففضلوا انهم ما يدبوش دابا وما يتكلموش. اما الرئيس اللي كان هو السي حتاش مع احتراماتنا ليه كرئيس، فما عرفتش انا بالضبط كيفاش كان كيسير الفريق، وتم من ناحية التواصل فكان رافض انه يتواصل، وتم فقدان التواصل مع الفريق شباب ريف الحسيمي، ما بقيتش عارفين اشنو كاين، الفريق كيدرب بوحدو وقلاش عارفين شنو كاين. فان شاء الله سي السويقي غنرجعوا ونتكلموا على شباب الريف الحسيمي. فريق عدل بالملايير، سمحوا لي بالانتدابات، وفريق ما عندوش عجز راف ديال ليه انتدابات، فهمت السطا. دونك انا سولت على هذه المساله، هي مساله وثائق فقط اللي طلبت من فريق اتحاد طنجه، ويمكن ان الامور تحلت، وهادشي غنعرفوه بعد قليل مع المشرف العام لفريق اتحاد طنجه. ونهضروا على هذه المساله لانها مساله شويه غريبه، كيفاش تيلعبوا الفراقي وتيبداو عباش نطلبوا منه الضمانات او الوثائق؟ واش كأس العالم زعما، حيت كأس العالم كان استثناء، من غير كأس العالم واش الجامعة لي كوميسيون واش ما تشتغلش؟ واش فقط غير رئيس اللجنة إلا ما كانش مثلا غير الشر فما كاينش الناس اللي غتشتغل؟ هذه كلها تساؤلات يقدر يطرحها الرأي العام الرياضي والكروي بهذه النقطة، لأنها غريبة نوعا ما، غريبة بأنه تيدخل اللاعب دخل لا خصو يحيد تنشوفوا واش جبتوا لنا الوثائق والضمانات. فالسؤال فين كنا قبل هذا اللاعب هذا ما يدخل يلعب، لان نورمالمون دخل يلعب، اولا قبل ما يبدا السنه ها شنو تقدر تجيب ها شنو ما تقدرش تجيب، شنو هو لو بيدجي بريفيزيونيل، يعني هذيك القدر المالي اللي تقدر تسير به الفريق ككل.
ككل وشحال تقدر تسمح لك، لان مثلا في اوروبا راه ما يمكنش تحط جميع اموالك في الانتدابات. ها كاين واحد لو بورسونتاج، كاين واحد النسبه مئويه معينه هي اللي كتسمح لك الدار، وما يمكنش تفوت لا ماس سالاريال ديالك بواحد النقطه، يعني من خلال هذاك المنتوج ديالك او شحال كتدخل ما يمكنش تفوتها بواحد لو بورسونتاج. وهادشي ما تيدارش وسط السنه، هادشي تيدار في الاول العام، وكتذكروا كاملين شنو هو داك لو مونتاج فينانسي، هذاك الماكياج اللي دار على الصفقه ديال كيليان مبابي اللي هو اللاعب ديال فريق بي اس جي والمنتخب الفرنسي باش يكون داخل الفريق بي اس جي، لانه مرفضو لان بي اس جي ما خرجش قدر اللي غادي يجيب به اللاعبين، وبالتالي وقع عندي ديزيكيليبر اللي هو انورم. فقالوا ما يمكنش نتوما كتشريو لاعبين بهذا الثمن وما تتخرجوش اللاعبين، كاين ديزيكيليبر، دوك لي فون بغاو يعرفوهم فين وكيفاش اكسيترا اكسيترا، ولا عارفين كاين راس مال كبير ولكن ما مسموحش لهم انهم يديروا داك الشيء فوق العاده. كما كنعرف في المانيا مثلا كاين الفير بلاي فينانسي، مثلا ماشي كاع فرق تقدر تجيب بحال بايرن، والبايرن هو الفريق الوحيد في المانيا كيدير التعاقدات الكبيره لان عنده مستشارين كبار وعنده اكسيترا. كذلك في ايطاليا كان دار واحد القيته دابا يمكن طلعت الامور من جهه رؤوس اموال وبداو كيستثمروا في الانتر وفي ميلان اسي ويوفي عائله انين الان استثمرت وجابت اللاعبين ومن اشهرهم هو كريستيانو رونالدو. دونك هذه مسائل بو في اوروبا دي اوروبا، ولكن حنا عندنا بزاف فرقي غارقين اون فايت، وحنا كنهضروا واحد الديبا تنقولوا نديروا الشركات كيف يعقل ندير شركه مؤسسه، حنا عندنا ناس في الجمعيات غرقوا، يعني في اطار الجمعيه ما مطلوبش منه بزاف التزامات وغرق. فواش الشركه هي المشكل وانه يتسير كشركه، اولا حنا عندنا مشكل في التسيير؟ تساؤلات كثيره غادي نرجعوا لها. السلام عليكم ورحمه الله. امين فوزير فين ماشي؟ راه حنا كنحاولوا نتصلوا بسي حسن بالخضر المشرف العام لفريق اتحاد طنجة اللي وعدنا انه يكون معنا سي حسن باش ناخذوا كما كتسمعوا، راه يمكن سي حسن هو مخوض في مكالمه وغادي يكون معنا ان شاء الله. الرقم اللي كتواصلوا معنا فيه 06 61 22 52 82، كنتظروا مكالماتكم. واللي كيتكلم في اي موضوع مرحبا به، فاحنا في المواضيع ما تنبغوش نحصروا الناس، يعني اللي كيتكلم معنا كيعيط لينا، ففقط بانه يتواصل معنا ويتكلم معنا ويعطينا رايه فهذا كان بالنسبه لنا هو مساله مهمه، وبالتالي ما تنبغوش نحصروا الناس. يمكن كنطرحوا موضوع النقاش، وكي كيتصل بنا واحد مثلا بغى يتكلم على شي حاجه مرقاه في الفريق ديالو كيف ما بغى يكون، فاحنا تنتواصلوا معاه وكنتكلموا معاه وكنناقشوا معاه. ممكن حتى المنتخب الوطني المغربي خدا حيز هذا الاسبوع بانتصار ديالو، بقات قضيه بن عطيه، قضيه امين حارث لاسباب انضباطيه طلع لي تريبيون، ثم اول مره كدار هذا السنه هو المنتخب الرديف اللي لعب مع اللاعبين اللي ما لعبوش في المقابله. ما تنساهمش النتيجه، راني غايقولك واحد المنتخب الرديف انتصر اكسيتيرا، ولكن دارت هذه القضيه تحت عيون ايرفي غنار، وهي مساله مزيانه انها تولي الثقه بين ايرفي غنار وجمال سلامي. رقم هو 06 61 28 52 82، اعيد 06 61 28 52 82. معنا على الخط مباشره سي حسن بالخيدر المشرف العام لفريق اتحاد طنجه. سي حسن اهلا بك. أهلا بك سي أمين ومرحبا بالمستمعين ديال أوريزونتي. شكرا شكرا سي حسن. شكرا سي حسن. لنذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين سي حسن، اتحاد طنجة هو بطل المغرب باش الناس تنسى تصدغيها، ويمكن يخفى ذلك وغادي يخفى ذلك. لا مزيان، لأن المشكل في الدول العربية هو ورا حتى في لونجلتير، يعني دابا شحال واحد ما بقاش كيعقل بان ليستر يلا دات الشامبيونه تاع معقل عليها. اتونسيون دابا الناس باقا ديما كتهضر على مانشستر وكتهضر على تشيلسي وكتهضر على للاسف، لان لا ميدياتيزاسيون داك الزخم الاعلامي كيتجه كله للدار البيضاء والرباط. ولو انه مثلا انا كنتسائل على واحد الديبا وطولتك السي حسن، وبزاف ديال المحللين تيقولوا ولا يعقل بانه فريق الجيش الملكي، معنا فريق الجيش الملكي 10 سنين ما دا والو. هذه احصائيات، هذه ارقام كاينه وموجوده، ولو انه كيبقى دائما فريق كبير. وهذا هو اللي طرحنا بانه الضغط على هذا الفريق الكبير يدى البطوله، واتحد ما فهم كيفاش يمنع من انه التعاقدات ديال الجديد انها تقدر ما تدوش. تقدر تفسر لنا النقطه سي حسن؟ الو سي حسن، قلت لك انا بعد هذه المقدمه الكبيره اللي درت بانه فريق عنده جمهور رائع ومدينه كبيره، فريق البطل، وهذا العام يلعب تشامبيونز ليغ وجاب دابا انتدابات رنانه، ولكن تحد ما فهمش ني القصه لانه غيتمنع
او لا ما يقدرش يسجل انتدابات ديال جديده. فقدر تفسر لنا شنو هو الحقيقه ديال هذا الموضوع؟ لا لا ماشي تمنع هادو مشكورين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في الحقيقه عامله واحد المواكبه للفرق الوطنيه في التنظيم ديالها في المتابعه ديالها المحاسباتيه هادشي كامل كيدخل في صالح كره القدم باش هاد الفرق ما تجاوزش الحد الاقصى ديال البيجي ديالها. مثلا تكون عندك 10 مليون درهم وتنتدب 20 مليون درهم يعني باش يكون توازن ما تبقاش ديك المشاكل اللي تيش كتكثر بزاف في لجنه النزاعات. كما كتعرفوا جميع الفرق الوطنيه احنا كفريق اتحاد طنجه صفتنا جميع يعني ما هم الوضعيه الماليه ديال الفريق تسمي فقط انه بعد انتدابات عملناها بعد ديك المراسله ديالنا للجامعه. اذا احنا ما مشينا للجنه ديال الماليه ديال الجامعه اللي كيترأسها السي حسن الفيلالي والسيد الطالبي فقط طلبوا منا اننا ديك الانتدابات اللي جبناها ما وراء ديك المراسله الاولى انها تدخل في ديك المراسله. يعني بالعكس احنا قدمنا جميع الضمانات قدمناها وبطبيعه الحال احنا كفريق اتحاد طنجة ضروري خصنا نمتثلوا ديك يعني التكمله ديال الملف ديالنا. واحد انا بالنسبه للمستغرب هو ان استغربنا فقط ولماذا حصر فريق اتحاد طنجة فقط بعد بعد هذه ويعني انا استغربت لان كنعرف بزاف الفرق عندهم مشاكل ماديه كبيره وان الرفض ما كاينش. بالعكس الرفض ما كاينش الاخوان ديال اللجنه طلبوا منا اننا من حقهم وحنا امتثلنا وصيفطنا جميع يعني ما يكمل ديك الملف فيما يخص الانتداب. وحنا دائما في اتحاد طنجه كنمشيو على حسب الامكانيات ديالنا. فعلا هاد السنه هادي رفعنا شويه ما السقف ديال الانتدابات ومن منح ديال التوقيع ومن بعد يعني هذا عادي جدا. حنا غنمثلوا المغرب راه ما غنمثلوش شي فريق اتحاد طنجه مثل المغرب مسابقه كرويه مهمه جدا كتطلب ان تكون عندك لاعبين مجربين لاعبين اللي عندهم خبره لان احنا ما يمكنناش اننا نغامروا ونشاركوا في المسابقات الافريقيه من اجل المشاركه. هذا احنا كنمثلوا المغرب. ولكن هذا السي حسن انا متفق معك وانتم كنتميوا لفريق كبير ولكن المشكل هو انه في المغرب راه الضمانات الماديه هي قليله يعني تقدر تدخل وتمشي وما يجي حتى واحد يعاونك. للاسف بان فقط ديك الفرق المؤثره ديال الرجاء الوداد بعض المرات ما تعرفش الاموال من تجيهم ولكن اتحاد طنجه راك ديتو بطوله وديتو كل شيء ومع ذلك ما تزادش نهائيا الدعم المادي وهذا هو اللي تيخلينا نتخوفوا على اتحاد طنجه لان المغرب التطواني دار نفس المسار ومن بعد غرق في ازمه ماديه هي كبيره. احنا رفعنا البيجي ديالنا تقريبا واحد 20% يعني وعندنا يعني توازن بين هذا المبلغ اللي رفعناه انه عاد تكون عندنا مداخل لا من حيث عقود استشعار جديده مع بعض المستشارين لا من طرف الجبهات الترابيه اللي هي تاهي احنا معها في نقاش وحوار انه بما انه فريق مقبل على مسابقه افريقيه لا التوقع ديالنا بطبيعه الحال ديال دخول الجماهير والدعم ديالهم ديال الفريق. اذا احنا ماشيين يعني في الحدود ديال الامكانيات ديالنا ولكن هذه مسابقه افريقيه لا استعداد ليها بطبيعه الحال لان ما يمكنش اننا نغامروا باي ان كان لان خصنا ضروري نضمنوا التواجد ديالنا على الاقل في دور المجموعات. يعني هذا هو الهدف ديالنا وهذا هو السبب اننا باش رفعنا الى شفتي الطريقه ديال الانتدابات ديالنا اننا رفعنا شويه السقف ديالها مؤخرا وهذا بطبيعه الحال باش اننا نكون واحد الفريق تنافسي واحد الفريق قوي لا في البطوله الوطنيه ولا في مسابقه كاس العرش ولا في المسابقه الافريقيه. اذا شنو المآل دابا واش باقي ما جاوبوكمش اللجنه ديال الماليه والحكمه؟ لا اللجنه ما انا اللجنه قالوا لنا نكملوا الملف فقط مشكورين ومن هذا المنبر كنشكرهم يعني ما كانش ان هذه قضيه الرافضه ولا هذه ما, 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 ما الا في المخيلات هذو اللي خرجوها ربما ياثروا لنا على بعض الصفقات المستقبليه اللي باغي يعمل فيها فريق اتحاد طنجه بغاو يشكوا بعض الناس بعض اللاعبين اللي يمكن ان تعاقدوا معهم ما عرفناش شنو المقصود من هذه الضوضاء على فريق اتحاد طنجه. ما دام ان فريق اتحاد طنجه الوضعيه الماليه ديالو هي افضل بكثير من بعض الفرق الوطنيه. نعم هنا كنرجع معك دابا واش وضعيه عصام الراقي يقدر يدخل في الفريق بالنسبه للاسبوع المقبل مثلا؟ طبيعه الحال احنا نسوفينا الشروط يعني امور عاديه جدا. انا جميع الانتدابات
مستوفي الشروط والملف طبيعة الحال هو مستوفي الشروط طبيعة الحال ما عندناش. نعم هذا قلت لك اللجنة كانت فقط عدم لأن اليوم الأمور بدات كتنظم نوعا ما وهذا في الحقيقة يحسب للجميع ما تبقاش ديك العشوائية ديال الانتدابات والفرق ما عندهاش ضمانات مالية وما عندهاش يعني توقعات من السقف ديال المالية وهذا في الحقيقة في حد ذاته مفيد من كرة القدم الوطنية والاخوان ماشي من عابث راه كيشتغلوا اليوم 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 كنشوفوا الفرق كامله عندها لي بيلون ديالها سيتي في موقع من خبراء يعني يعني الحمد لله كاينه مواكبه للجميع عن الفرق وهذا في الحقيقه في صالح الكره الوطنيه غير يعني اللي لا يفهم السي حسن ويمكن هذا ما يعنيكش مباشره يعني جميع الفرق وانا شي خصي دار في الاول العام ماشي تنبدا لانه لا يعقل باني دخلت لعب وفي الاخر نقول اسمح لي ما نقدرش نلعب لا هي يعني الحقيقه الجميع ارسلت الفرق لمده طويله شنو الانتدابات يعني تتاخر يعني فينا كتعرف عندنا مفاوضات بيان سور ميركاتو كيبدا في 1 جوي ولكن واش كاين كلشي عايشني في 1 جوي وكان المدرب والمدرب تيهز العاب يديه حتى يرجعوا ثاني ولا بعض الفرق الوطنيه تقدر تعمل ميركاتو حتى 18 نعم. 18 شهر مثلا اذا ما يعني كتعرف انا باقي شويه حنا ماشي فحال ديك يعني بعد اوروبا اللي كتكون انتدابات كتكون محسومه مسبقا في برومي جوي دوزيام جوي ولكن عموما حنا نتطور شيئا ما نعم نرجع معك السي حسن الدعم فقط كتكبر انت كبرتوا البيدجي دابا وانك كنسمعوا بانهم كانوا كيطلبوا منكم تدوا القاب ومني قررتوا الالقاب وديتوها فعلا واش جات شي مساعده للفريق جات شي ناس دقات الباب ولا باقى الامور على ما هي عليه؟ والحقيقه احنا حاليا في مدينه طنجه من غير زعما في الحقيقه ماشي كان يعني كنرميو الورود ولكن غير السيد الوالي شخصيا اللي تبع الفريق واللي كيحاول يدعمه بين الفينات والاخرى بموارد جديده لا مع المجالس المنتخبة ولا مع الشركاء طرقنا بعض الأبواب ولكن فينا كتعرف اللي كتطرق عند اللي كتدق على الباب خصو يكون رجل متفاهم رياضة والعمل الاجتماعي خصو يكون كي يعني ولكن ما كتلقى شي واحد مسؤول شركة ولا مؤسسة ما لا علاقة له بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد وكي يجاوبك بشي أجوبة محبطة كيبقى أنك حنا دابا شنو كنقولوا على أنه بعض الفرق الوطنية بعض الجهات ضروري يكون عندها محتضنين ديال الدولة من العيار الأول باش تكون يعني على الأقل واحد النسبة ديال 30% ولا 40% من الميزانية العامة للفريق تكون مضمونة وأنا ذاك ما على الفرق إلا أن تكون عندها تدبير معقلان تصير يعني شفاف وواضح باش ان هاد الشركاء هادو ديال الدوله ينخرطوا معنا يتيقوا بطبيعه الحال انا كاين هاد الجو ديال عدم الثقه ولكن ماشي الحته اللي كانت قبل لما الامور تطورت وكاين عقود موثقه العقود في الجامعه اللاعبين كاين انديبا في المغرب السي حسن باش نكونوا صراحاء نهضروا هو انا كنسمع وانا كنساهم في بعض المرات وكنبغي نوضح للناس ولكن كنتفهم غلط راه العالم كامل فيها الصفقات وفيها اللاعبين حنا في المغرب راه هادشي كاين في العالم راه اللاعب الوكيل الاعمال كيجيب اللاعب خصو يربح واللاعب خصو يربح حنا كنحطوها في داك الجو ديال عدم الثقه وهذا غيدي وهذا غيدير وفي الاخر سي نورمال بان مدير شركه غادي في الطوموبيله كيسمع اولا كيقرا اولا كيتفرج في هادشي فما كيبقاش يثيق ما بقاتش عنده الثقه صافي دابا مشكله دابا حتى القضيه ديال اللاعبين يعني كنقولوا لهم سمساره هذا هو قد في نوعا ما سمسار كاين يعني كاين في مجالات اخرى مصيره ولكن في في, 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 في الرياضه كاين وكيل لاعبين الحمد لله كيما كل وكيل لاعبين اليوم كتعملوا سميه في كونترا المبلغ ديالو كتعملوا في كونترا يعني كاين امور الحمد لله جميعا نظمات بزاف زعما يعني الامور واضحه جدا يعني غير اللي ما كيبغيش يشوفها بطريقه اخرى ما الامور واضحه نرجع معك حنا في انتدابات للاسف بان الفريق ما لقيش الدعم ولو انه مدينه تبارك الله فيها حركيه كبيره ما عرفتش شحال من المدن هذه المدن 350 عمل ولا ما عرفتش شحال اللي كاين في مدينه طنجه شوف هذا لا المدن الكبرى ما عرفتيش دابا هذا المشكل ديال اتحاد طنجه نقدر نقولوا كيعاني منه فريق كوكب مراكش حتى مراكش مدينه كبيره نقدر نقولوا حتى مدينه اكادير مدينه كبيره يعني يعني كاين المدن اللي هي كبيره ولكن لا كتنعكس الحركه التجاريه الاقتصاديه عليها
يعني هنا كنقولوا دائما حنايا راه ضروري حيت ملي كنشوفوا الفرق اللي هي بستابيليتي في البطوله الوطنيه يعني هي فرق اللي عندها محتضنين ديال الدوله. نعم ملي كيكون الفرق كتكون مرتاحه في الحقيقه مرتاحه ماديا ما تيكونش عنده في الاول العام بانه خصو من يجيب الفلوس هو عارف الفلوس فين كاينه خصو يسير ديك الفلوس اللي كاينه خصو يسير ديك الفلوس اللي كاينه فعلا والفرق اللي ما كتوفرش على هذه كتبغى كتتاح في هذه للاشاره رجاء الوداد كالقاطره ديال الكره المغربيه راه ما عندهمش الدعم ديال ما عندهمش شيء من غير داك الضغط اللي كيديروا الجمهور ديالهم لو ما كانش عندهم داك الحجم الجماهيري لا مؤخرا ولكن مع ذلك كنشوفوا مؤخرا وزاره الداخليه عاوناتهم لان كان الملعب ديالهم مشدود وهذه كاين مبادرات انا داك شوف انا بالنسبه لي فريق الرجاء والوداد فرق اللي هي كبيره اللي هي كتمثل المغرب دوليا وهذه خصها الدعم حتى هي خصها الدعم الدعم لان باش نقدروا فريق الوداد والرجاء في مساف الفرق ديال الفرق الفرق المصرية الفرق التونسية الفرق الجزائرية حقيقة هي هذه لان هذوك الفرق تستاهل يعني احنا انا بالنسبة لي كفريق اتحاد طنجة ما نعملش راسي بالرجاء البيضاوي ولكن نقدر نعمل راسي بفرق اخرى اقل ميزانية ولكن فرق الرجاء والوداد هذو بالصف الاول لا كتقول هي كتقول انك انتوما كاتحاد طنجة ديتوا هذا العام واحد ثلاثة اللاعبين كانوا غادي الفريق الرجاء الرياضي منهم المهاجم الكاميروني دابا هو اللي غيجرنا الحديث على فوزير اليوم اخبار كتربط فوزير رسميا باتحاد طنجة شنو تقدر تقول على هذا الموضوع؟ احنا فريق اتحاد طنجة يعني كنا صداقين الى يعني الى يعني الى طرق ابواب فريق النصر السعودي من اجل انتداب اللاعب فوزير على سبيل الاعاره بعد ما فشلت صفقه انتقال لاعب فوزير الى الفريق التركي اطرقنا الابواب الرسميه ومن بعد انه تواصلنا مع وكيل اللاعب ولحد الان احنا في مفاوضات يعني بس اننا يعني نشوف البروجي ديالنا واذا كان يعني البروجي ديال اللاعب يعني البروجي ديالنا كيوالمو راه ان شاء الله يعني احنا في مفاوضات متقدمه جدا دونك التوقيع مازال ما كاين والو اللاعب مازال في الديار السعوديه مازال اليوم حدا حصه تدريبيه ديالو مع الفريق ديالو لحد الان مازال ما كاينش التوقيع احنا في هو واحد عنده بيت صورتي انترناسيونال لو 13 كيسالي التوقيع ديالو هو بالضبط فعلا هذا عامينا في عامينا في الاعتبار ما كتبقى اللاعب عنده عده عروض ماشي فريق اتحاد طنجة داخل فريق فرق وطنيه احنا الى احنا العرض ديالنا قدمناه كنتظروا الرد النهائي والرسمي لاعب لحد الساعه كاين موافقه مبدئيه ولكن ما كاينش اتفاق رسمي هذا هو الاتفاق الرسمي نرجع معك الشريف دريس المرابط الغريب هو انه قبل ما يبدا السيد البطوله راه جات اخبار اللي انتم اتصلتوا بعموته وهضرتوا مع عموته وهذا اكسترا شنو جوابك على هذه المساله سي حسن؟ لا الحقيقه حنا اللي تفاجئنا يعني ما كيكون مدرب شامبيون يعني كتفاجئ انه فريق غيره لان انا يكون فريق متهور واللي كيسيروا يكون ما كيفهمش في الكوره اذا ما يمكنش يتبدل مدرب شامبيون عنده علاقه طيبه مع اللاعبين عنده علاقه طيبه مع الاداره كنظن احنا بدنا استغربنا هذا التشويش ما علينا ان الفريق حافظ على التوابيس ديالو بالعكس احنا مدرب باش نعاونو خصنا نجيبو له لاعبين اللي يمكن يعملوا الاضافه ويمكن اللي يعطيو مردوديه اكثر مدرب انا كنظن باش تحاسبو خصك توفر له الظروف عاد تحاسبو مادام انك تينا ما وفرتيلوش الظروف 100% ما يمكنش تحاسبو وحنا في بدايه الموسم اذا احنا باقي ما غلقنا ميركاتو نهار اللي نغلقو ميركاتو بصفه نهائيه انا ذاك غيكون المدرب غيكون يعني يكون راضي او لما راضي على التركيبه البشريه ديالو انا ذاك يمكن انه يمكن نقيمو مدرب في العمل ديالو اما قبل البدايه زعما يكون اشحاب جدا اشحاب نعم دونك انتوما ما اتصلتوش بحسين عموته لا ابدا حيت هو عدم خروج حسين عموته تا هو باش ينفي خلى الاشاعه كبرات شويه هذا هو الواقع وتا من غيرك انت اللي خرجتي سي حسن عموته مادام اتصل باش شي واحد يعني هو بالدعاء حتى حنا ما نفيناش داكشي رسميا مثلا لان لا تستاهل نعم
نعم نعم كتعرف ان بعض المرات كتروج الاخبار وللاسف بان مثلا دريس مرابط هناك مالني باقي كينعتوا لي حتى الساعه كادجوان يعني ديال الزاكين انا السميه كانت معاه غطات عليه شويه وكيف الاخر انا كنظن دابا شوف هو الصدمه ديال حيت مدرب ناجح حتى البطوله راه كاين بعض ما تقبلهاش يعني باقي كيبغي يرد الامور من الحظ كاين اللي واش المدرب اللي غلب 800 مباراه تقول له حظ واش المدرب اللي حافظ على الصداره ديال البطوله من الدوره 17 الى الدوره 30 غتكون حظ اذا ما يعني الحمد لله حنا اللي عارفين المدرب وعارفين كيفاش كيشتغل وطريقه التفكير ديالو والطريقه ديال التعامل ديالو مع الاداره ومع اللاعبين يعني بروفيل صالح للناس جدا جدا فريق اتحاد طنجه ان شاء الله غتشوفوا النتائج مستقبلا كيفاش غتكون نعم هذا هو اللي بغينا بالنسبه لفريق اتحاد طنجه وان شاء الله نشوفوا اتحاد طنجه احسن ويكون مزيان واجد لعصبه الابطال الافريقيه لان هي الاهم يقدر ان شاء الله نوعدكم السي محمد امين ومتتبعي روزين تي في ان شاء الله الفريق يكون في احسن حله وفي احسن مستوى وهذا الرسم اللي طلعنا به انت دابا حتى هي عكس ايجابا على فريق اتحاد طنجه ويكون فريق اتحاد طنجه كما الثلاث سنوات السابقه منافس قوي في جميع المسابقات. نعم شكرا سي حسن بالتوفيق. شكرا سي بالتوفيق لفريق اتحاد طنجه. سي حسن بالخير كان معنا المشرف العام لفريق اتحاد طنجه واللي سمعتوا هي ما كاينش المنع كان طلب وثائق وبالنسبه لهم ان اللجنه كدير المرافقه يعني ما كتمنعهمش الراقي غيشارك وهما داخلين في وزير ولكن في وزير اللي راه باقي في السعوديه واليوم نقولوا ديجا لو 11 ماشي حتى لو 10 لان لو 10 ما بقى فيه والو. فوزير عنده بطاقة خروج دولية يعني إلا بغي يجي خصو يوقع قبل لو 13 مع 12 الليل واش كاين هذا الوقت ديال بزاف فرق كدوي على فوزير أولا غتجي البيت صورتي ديالو قبل ما يوصل هو ولكن خصو يتواجد بالمغرب باش يليغاليزي وقع لأن الدولة ماشي المدينة المدينة توقع في أي مدينة ولكن في الدولة ما يمكنش كتوقع في السعودية امبوسيبل خصك توقع في المغرب دونك تاد مساله فوزير وهاد الرواج اللي دار هاد اليومين هذا محمد فوزير يمكن فيها نقاش الا ما كانش في المغرب غدا فثقوا بي بان مساله من يتحدث عن التوقيع لفوزير اي فريق مغربي فهو واهم لان يلاه لا فيزيت ميديكال يلاه خصو الكارديو يلاه خصو يجي يلاه خصها تدخل ولا عنده لا ليسونس قديمه كاين لا فيزيت ميديكال كتجدد كل عام والكارديو كتجدد كل موسم ناخذ مكالمه الو السلام عليكم ما كنسمعكش مزيان كنسمعو بعيد تفضل خويا الو دابا سي امين كنسمعك مزيان تفضل معك نسيم من مدينه طنجه اهلا سي نسيم تفضل خويا عندي جوج نقاط النقطه الاولى هو اتحاد طنجه سمعتي دابا سي حسن بالخير لا وي سمعت كل شيء كنتمنى التوفيق اتحاد طنجه عامل انتدابات مزيانين عنده جمهور كبير عنده مدرب مزيان كانت الحاجه الوحيده وكنتمنى التوفيق وان شاء الله انا متفائل جدا موسم اتحاد طنجه هذا الموسم لا في كاس العرش ولا في البطوله ولا في الشامبيونز ليغ ان شاء الله نتمنى التوفيق لدريس مرابط ونتمنى التوفيق لجمهور اتحاد طنجه النقطه الثانيه سي امين وعلى جمهور الجيش الملكي من الموسم اللي فات نفس الجمهور كيعمل نفس الشغب وما كيتعاقبش وشفنا جمهور الرجاء اللي عمل نفس الشغب اللي عمل جمهور الرجاء في مراكش ماشي في الملعب ديالو وتعاقب عليه بالليل بغيت نعرف علاش الجامعه بحال اللي غنقولوا حنا هو في 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 هذه القضيه كتقول اتفق معك غير المشكله سمح لي انا تحركت شويه لان مشى لي واحد تحت مني اعتذر اذا كتشوفني لان كنتعامل شويه سبونتاني فهاد المساله باش نجاوبك على ماشي دفاعا حتى انا كنتسائل انما ما يروج هو ان جمهور الجيش غيتعاقب على حسب القانون انما في موقف الرجاء نظرا لان ديك الصوره اللي ظهرت في القناه الناقله انه كان مع الامن بديك الطريقه والامن الملعب هي اللي خلات هذاك رد الفعل يكون من ديك السرعه ولو انه كيف ما قلتي اللي عاقبتي هذا خصك تعاقب الناس الاخرين ما يمكنش الاخرين عاقبتيهم بالليل والناس الاخرين ما دويش معاهم لحد الساعه وي والجمهور ديال الجيش راه المره الاولى اللي عملها مع اتحاد طنجه ملي شجن اتحاد طنجه لهم الموسم اللي فات في الرباط 1-0 ضربه الجزاء بقاو كيشيروا كراسه وما تهدنوا حيت رجعوا في المقابله كانوا غلبوا اتحاد طنجه بجن واحد وفي ديك الماتش تما شوي عاون مع الخميسه تعاودوا نفس المشكل والبارح هذيك الصوره سي امين صراحه لا علاقه لها بالجمهور ديال الرياضه
حيت عرفتيناش حيت كتعطاهم واحد الكلمه راه خاطئه. راه الناس اللي كتحلل او كتاخذ الميكرو او كتشد قلم او كتقف قدام كاميرا الله يخليكم فريق كبير كبير لا تناقش ما فيهاش نقاش، ولكن يهضر معايا حنا ولاد اليوم راه 10 سنين ما داروا والو. دونك فهاد 10 سنين كامله واش كانت غير المدرب؟ واش كان غير لاعب؟ واش كان غير حظ؟ لا يمكن في العام ديال الطاوسي كان ما كانش عندهم شويه الحظ، لان كان مشى الطاوسي للمنتخب كمل خيري وسالو دوزيام وي انا ذاك شونجمون المدرب اكسيتيرا وهادي ودافعوا على الحظوظ ديالهم حتى الاخر حتى الدوره 29 وي كانوا سالو دوزيام. مي من غير هذا كانوا كيتخبطوا كيبدلوا اربعه المدربين في الموسم الى غيرهم الامور اللي هي غير مقبوله بالنسبه للفريق اللي نعت بانه كبير. وبالتالي لو ديبا الحوار اللي كيتعطف ديال هذه القضيه ديال ان لا فريق كبير وغير معقول ماشي بالطريقه ماشي بالطريقه، راه خصنا نحلوا الامور بالواقعيه ما نبقاوش كنتكلموا. تفضل سي نسيم. النقطه حنا عندنا واحد المشكله سي امين في المغرب عاوتاني ملي كنتعاقدوا مع المدرب ما كنجيبوش المدرب والرئيس كيجلسوا حدا بعضياتهم كيقولوا للصحافه شنو الهدف ديالنا هذا الموسم، نلعبوا ولا البطوله ولا نلعبوا ولا الهواش. دابا محمد فاخر نهار ميجا الجمهور ديال الجيش كاع اللي بداو واحد النقطه واخا هو ما هضرش راه غادي نديو البطوله ولا غنديو كاس العرش. يعني محمد فاخر جا صافي راه نديو، ولكن الا جينا الحقيقه محمد فاخر هذا العام والعام اللي ما جي والعام الثالث راه حنا اللي جينا نشوفوا راه مدريد جابت جميع اللعابه وجابت مورينيو باش تزيد الشامبيون وما دتهاش. ملي مشى مورينيو جا انشيلوتي دا الشامبيونز ليغ. هذا علاش ان النتائج حتى العمل والعمل والعمل، ولكن السي امين ماشي غير ما كايناش النتائج نعملوا اللي بغينا هذيك الصوره لا تتكرر في ملعب ديالنا لان ودابا دابا الى دا فريق جيش ملكي البطوله شنو نديروا؟ ويلا خسر كاع وذاك العام خسروا باربعه مع فريق الدفاع يلا خسروا هذا العام؟ وي يلا هذا العام غادي يخسروا هما فريق الدفاع ما عرفتش هذه النقطه اخويا نسيم ديال النتيجه ما عندها حتى معنى. وللاسف بان كل شيء كيتعامل مع فريق مع الفرق بحال شي حاجه ديالته هي فعلا راهي اللوغو هذاك اللوغو شعار كتبغي انت وتبغي الاخر وتبغي الاخر وكاين ناس كتسير ذاك الشعار سي فري هي على شكل اداره ولكن راه هو شعار شعار كتجي انت باش كتفوج على راسك منين غتجي تفوج على راسك في الملعب يعني انسبكتاكل. دابا فيلم ما عجبكش دخلتي ليه ما عجبكش الفيلم ما عجبكش غتنوض ضرب لا ضرب ليك روح لا مسرحيه غتنوض تصلح الممثلين لا عجبتني كرة قدم علاش كاين المجهود وكتلعب كل اسبوع وكاين 30 دوره باش هاد الدوره ما كتيش مزيان الدوره الجايه تكون مزيان وهذا هكا كدي كرة القدم هي هذه. دابا واش نقولوا دابا على ريال مدريد كيفاش بدات شنو ماشي فريق وداك العام لو ريال مدريد كان جمهور عنده نفس الفرد الفعل راه داو تشامبيونز ليغ اولا لا وي راه هذيك العام اللي خسرت مع البارسا 4-0 في الملعب ديالها ديك العام بدات تشامبيونز ليغ اكزاكتوم ولكن الجمهور ملي خسر مع البارسا كتعرف العلاقه متوتره برضه مع ولكن لو الناس نشات على بيريز المنادي البيضاء وخرجت حالها بيسالي نعم ولكن بعيد باش نوصلوا لهذا الشيء. شكرا الرقم 06-622-52-82 كنعاود 06-622-52-82 والرقم اللي كتواصلوا معنا فيه كل كثار قرا الاراء الناس اللي كاينه. نادي النصر السعودي وضح وقال انه وافق على اعاره محمد فوزير الى فريق الرجاء الرياضي ولم يذكر انه سيوقع لاتحاد طنجه او فريق اخر. خصني نقرا هذا البلاغ لان لحد الساعه ما كاين والو. الرجاء هذا سي النصر الرجاء العالمي تيقول المات ستعود على عزيز امكيس هذا ما نتمناه اخويا عبد العزيز. عصام ابو عبد الله اش كتقول اخويا عصام ابو عبد الله باش نقرا الهزيمه والده في مجال كره القدم مع عبد الرحيم حجيوي سعد الرحيم ولكن لا حياة لمن تنادي. دائما تنقرا الاراء ديال الاخوان. الرجاء وجمهوره مستنفون من صحافه مرتشيه وجامعه فاسده. عصام ابو عبد الله خويا عصام هذا الكلام كاين للاسف انه بعض الناس وصلت هذا الاحساس والناس كانوا مسؤولين داخل الفريق هذا الاحساس وصلوه للجمهور بطريقه ما كانتش نيه فيها سليمه كان فينا يغطيو على المصائب ديالهم التسييريه ثم وصلوا هذا الاحساس الرجاء مستهدفه والرجاء اكسترا اكسترا ثق بيا بانه ما كانش ينوض شي واحد في الصباح ويفكر بانه ياثر على مصالح الرجاء هو عارف هذاك الحجم
الجماهيري اللي كديروا الرجاء كتاثير امبوسيبل، يقدر انه يجبد على راسه هذه المشاكل. فإذا كان شي واحد وصل هذا الاحساس فهذا الاحساس ما ينطبقش على الفرق الكبيره، وهكذا السي عصام كتصغر الفريق ديالك اكثر ما كتكبره، لان الرجاء اكبر من ان اي واحد يسهلها ولا يفيق في الصباح ويبغي انه يسهلها. فهذيك الخطابات الايديولوجيه اللي كتبغي انها فقط تاثر على الاذهان ديال الشباب باش تحيدهم من الحقيقه ديال انهم كانوا فشلوا الفريق وهدموه سيريا، هي اللي خلات للاسف هذه العقليه. والدليل الرجاء اللي قدرت تربح كاس العشر ربحاته، وفي البطوله خسرت مباراه داخل مدينه الدار البيضاء لانه فريق رجاء الرياضي لم يقوى، لان لا بريباراسيون ما كانتش هي هذيك، اللاعبين ما جاوش في الوقت، وكانت شجعاتهم على هذا الشيء، اللعابه ما خلصتش ولو انه كان حق لانهم عانوا. دابا امور بدات كتقاد، غنشوفوا شنو يقدر يدير الفريق. هذا كفريق اول، ولكن رجاء تيقبي انها تاثرات داخليا، راه هذا هو المشكل اللي بغى يحطكم فيه هذوك الناس، راه داخليا فريق الرجاء الرياضي تاثر بزاف. سير الملعب الرجاء وتشوف داخليا فريق الرجاء الرياضي فئات صغرى، الملاعب، الاداره، المراكز التكوين اللي كانت كنسبق في افريقيا الرجاء مركز التكوين، سير طلع عليه دابا من غير دابا الانجاز اللي كاين اللي هي اكاديميه الرجاء اللي غتكون مفخره الكره المغربيه. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو مساء الخير خو محمد امين. مساء النور، تفضل خويا. تحيه لك مع صديق برنامج يونس ديالي مضروه. انا سي يونس، تفضل خويا. يدير بخير. انا خويا فيك، تحيه لك وتحيه للسيد اللي معاك في الاخراج. شكرا. هما السيما اللواحي والسي خالد فرحان، نشكرهم بزاف على البرنامج. بغيت نهضر معاك على الوداد. كنظن ان سعيد الناصري ربما وصلاتو هذيك كما كيقولوا الهضره ديال الجمهور، حيت سمعنا اخر الاخبار غدا غيوصل لك المدرب البلجيكي. يقال ان ما تنظنش الامور صحيحه ديال جورج ليكينز. جورج ليكينز قالوا 100% غدا غادي. شكون قال هذه النقطه هذه؟ شكون؟ انا شفناها في واحد الشيت رسمي يعني. لا سي لا شوف الله يخليك، خصك تسمع يا تسمعها مع سعيد الناصيري يا تشوفها في موقع الوداد. انا اللي عارف هو ان احنا دابا سمعنا ان جورج ليكينز صحيحه، اما الاشاعه هي اللي كيهضروا قالوا حق راه كيتفاوض مع سي بادو الزاكي لانه فسخ العقد مع سي بادو الزاكي. لا نهائيا بادو الزاكي هذيك اشاعات هذيك، لا اسف من الصحه، بادو الزاكي ما غاديش يدرب الوداد، ولكن جورج ليكينز 100% غدا غادي يكون في مطار محمد الخامس وغادي يكون في بن جلو ان شاء الله غيتحقق الوداد. هذه هضره يعني كيقولوا صحيحه والله اعلم. عاود ثاني نقول الله اعلم، دابا انت ما تاكدتش هذه هضرتك انت. انا لو كان انا لو كنت داير معاه قبل كنت نقدر نتصل به، مي دابا ما نقدرش نتصل به على المباشر نقول انت معايا مباشر اكد ولا انفي. الا تعرف مزيان هذاك اللي بغيت نقول لك اخويا عبد الامين، سي سعيد الناصري مع بلادي، سي سعيد الناصري ماشي من ذاك النوع اللي يقدر يبقى ودي ما يمكنش يبقى نجاوب اي حاله اي حاجه، فكان خصنا نهضروا معاه قبل، انما قبل ما نهضرش معاه زعما تقدر يتصل بيه. لا ما تقدرش دابا وسط المباشر، وسط المباشر ما يمكنش يتصل بيه دابا لان قله الادب. انني الو السلام عليكم جاوبنا، واش كتفهم؟ ما يمكنش. كما كان المدرب كما كان جنسيته ما كيهمناش، ان الوداد فريق كبير خاصه مدرب كبير اخو محمد الامين، هذا ما غاتناقش. وما تنظنش ان جورج ليكينز مدرب كبير، يمكن درب المنتخب البلجيكي، وي درب المنتخب الجزائري ودرب تونس، ولكن تناقش قال لك ما اول فريق وقيلا اول مره غيدرب فريق عادي فريق في البطوله مولا كيدرب فريق افريقي. لا درب في بلجيكا، درب في بلجيكا، درب فرق بلجيكا. سؤال اخر من اخويا محمد امين اللي كيحيرني، بغيت نطرحه لك شحال من خطره. نعم اسيدي. واش دابا الفريق اللي كيكون غارق في ديون مثلا 20 مليار 16 مليار واش ماشي من حق جميع تجمد ليه الانتدابات ديالو؟ ما يدير الانتدابات لا والو، كنظن بلي الجامعة دابا كتطلب واحد الضمانات يعني ولا كيتعاطف مع الفرق اللي عندها. دابا شوف كدوي انت مباشر على الرجاء، ياك على الرجاء بشكون صراحة كدوي على الرجاء. كدوي على الرجاء حيت مستحيل فريق عنده ديون وكيجي ينتدب اللعابة وباقي كيلعب في القسم الأول. نعم على عين هو فريق الرجاء هذيك الديون اللي كانت تقدمات ديال 25 26 مليار ماشي حقيقه، وهذا تبتات الارقام الاخيره بانه لان جميع الفرق في المغرب عندها مشكل ديال الضريبه وديال لاسينيسيس وهذه المسائل. يعني لا كاين وثيقه اخويا محمد امين كتقول بان 20 مليار كاينه. لا ما كايناش 20 مليار، لا 20 مليار ما كايناش كديون، ما كايناش
كديون كديون يعني اللعابة هل تأخذ محمد أمي باش كل أربع أنا سمعت برنامج لا خلي سمعت وده برنامج لا راديو فراديو عبلاتي عبلاتي الله يخليك اللعابة كيتسألوا 5 مليار عبلاتي هذه ديال اللعابة عبلاتي راه كاين تقرير المالي ديال الرجاء يلا تنشر يلا تنشر في جميع لي ديطاي يعني جميع الاشياء وداروا حتى خلاصه ديال التقرير الا دخلتي دابا الموقع ديال الرجاء غتلقاه وتقرا حتى بالعربيه وبالعربيه ديري الخلاصه ولا مشيتي كاع غتلقى فيها الامور كامله مكموله وغيبان لك بان الرقم اللي تقال فهو ماشي رقم حقيقي للاسف فهو هو جورج ليكنز دابا ما عرفتش علاش كدار له هذا البروباغاند هو درب في بلجيكا بزاف يدير درب بروج سيرك بروج درب اندلك درب كوتوا درب كاين شي في الثمانينات هو مؤخرا في الالفينات بقى اخر بلاصه درب في اوروبا كان فريق فلان في بلجيكا كان في لوكخين 2015-2016 بعد درب المنتخب الجزائري شويه وباخر اكسبيريونس ديالو منتخب تونسي لا اخر اكسبيريونس ديالو هو هو هنغاريا هو هنغاريا في المنتخب الهنغاري هذا هو اخر تجربه ديال جورج ليكنز هذا هو اللي كاين اما هذه المساله اللي كتقول لي دابا انت ديال الكريدي فكنتمنى من جهه الحكامه تكون العمل ديالها اكثر صرامه مع الفرق في الاول السنه ماشي تيبدا هذا وفي الاخر عاد باش تمشي ديال تكلم على هذه القضيه هذه اولى انك تجي وتقول للفراقي لا ما ديروش لا ما تفعلوش أي لا انا كون محمد امين حيت انا دابا السي الفوز القليع يعني تعاطف مع بزاف فرق فاش فريق الرجاء عندنا بزاف فرق يعني ما عندهمش كيما كيقولوا ميزانيه باش يلعبوا لا تقبيه بان ما انا نفسرهم لك اولمبيك اسفي وشكرا على المكالمه سي يونس دليل الفريق اولمبيك اسفي راه ما دارش تعاقد كثيره لان منعوه ما خلاوش وكوكب المراكشي كذلك هو مثال لان مشاو معاه ضربه دونك حتى فريق الرجاء الرياضي ما جاب اللاعبين تعطى الضمانات الخاصه باللاعبين وخرجوا منه بعض اللاعبين فلا ما كاينش هذا العام السنه كان شويه الامور تحسمت ولات فيها صرامه اكبر ناخذ مكالمه الو السلام عليكم الو السلام ورحمه الله سي محمد امين مرحبا خويا الاسم والمدينه معك فيصل من كازا اهلا سي فيصل تفضل خويا سي محمد امين انا اتصلت بغيت نهضر على فريق الوداد اييه دابا كثر القيل والقال كيف انت عارف بسبب النتائج الاخيره ديال السكيتيوي من بعد ما تقريبا الجمهور كامل كان بدا كيساند فيه وداك الشيء وبغى يدفعو ولكن جات ديك لا ديفيت من اسي لعده عوامل لان اسي ديما تما لا مع الوداد لا مع الرجاء كيلعبوا كيجيبوا الماتشات ديالهم يعني وما لعبش بالليكيب تيب دونك كانوا بزاف العوامل ولكن الجمهور واخا هكاك كنظن مقتهن انا حاولت زعما من الداخل ديالي شاك فوا نقول وان تعطيه فرصه تعطيه فرصه ولكن بحال ما كيبان لك اون غورا ما سافا با مارشي وكنظن باننا لونترينور ماروكان ما يمكنلوش يخدم في الوداد كنظن صعيب انا كنظن ليترونجي هو اللي تقدر دابا واخا تبغي تساند وداك الشيء جا في واحد لا بيريود ديفيسيل عرفتي عنده دي ماتش ديسيزي عنده 3 سيمين يسالي فيها كل شيء كاس العرب وصل لي روتور كاس العرب ولي روتور مع الصيف هذا مال ما بغيتش نقول فهمات ولكن الثقافه ديال التيطاوتي انت اللي غادي يعلم مزيان دابا حيت غادي يلعب مع الوداد واش غادي نقول لك قضيه صعيبه شويه هذا لونترينور هذا اللي هضرتي عليه انا دخلت شكيتو دابا لقيتو ماشي شي لونترينور زعما شي حاجه وماشي الوقت باش يسني الناصيري كنضم مع حتى شي واحد ماشي الوقت باش دابا الظروف فرضات علينا هذه القضيه راه بحال قلت هذا هو الامر الواقع دابا حنا غادي نشجعوا الفرقه ولا ليها لها حنا غنلعبوا كاينين اللعابه غادي تكون لا كرينتا الروتور عندنا غادي نتقاتلوا اموا باش نمشيو الدين فينا اش غادي نقول لك السي محمد امين زعما صراحه دابا واحد لا فريست خاصو كنظن نكون غير تونس جابوا شي اونترينور اخر كره ما وصلناش لهذا ولكن قدر الله وما شاء فعل حتى هما بالله بنظرتي ما عرفنا واش بغاو يضعفونا حنا بغيناش ندخلوا في كومبلو واش غادي نقول لك وشوف وكاينه هاد زعما يضعفوك على قبل الترجي باش دي تشامبيونز ليغ وما كنظنش انا غير قلت صافي زعما الا بغينا نتعمق ولا لا لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش يفيقوا هاد الصباح يقولوا الترجي خصها دي تشامبيونز ليغ خصها نشدوا البرزرتي ونعطيو المنتخب ديال تونس ما زعما والله يهديك راك بعقلك زعما لا لا راه غير ضحكت انا لا لا ما كاين مشكل لا بالعكس عرفتك ضحكتي للاسف انا كاين اللي كيفترض هذه القضيه بحال واحد صديق عندي في الفيسبوك شفتو كاتب هناك مخطط لقتل الجيش الملكي من اشخاص عميقين في الدوله
وتجيب اللعابه وجيب تربح الماتش والماركتي سي بي مثلا غيدخلوا هذوك اشخاص اللي هما عندهم بوست عميق في الدوله غيحيدوا داك البيت زعما لا حول ولا قوه الا بالله. انا للاسف اتاسف بان بعض المرات هي العاطفه راه صعيبه يعني العاطفه ما كاين ما صعب منها والدليل انه شحال من واحد كيكون ولده دير كارثه وما تيفوتوش ولا هذا لان ولده تيبغيه فالناس هذو كيبغيو الفرق ديالهم وكتحسب له هذه النقطه ولكن ما يمكنش العاطفه انها تعمي اكثر الدرجه وانك تقدر تقول تسيق اي حاجه تسيق اي حاجه لان الا تبعتي دابا الجمهور من الدقيقه الاولى ديال الفريق ديالو وهو كيهضر على المؤامره الدقيقه الاولى باقي ما بداش الماتش يلا توش توش غلط مؤامره ديالنا فلان وهذا فلان وكان جالس مع فلان وللاسف ان دي ولات عقليه عامه اكزاكتومون شكرا انا بالي الجمهور ديش ملكي خصو شي ويكلو صراحه كبير لان شخص غادي يخسر وغادي يديروا داكشي نعم ما تنضنش اتمنى مشكل هما مشحونين اكثر من القياس مشحونين اكثر من القياس محمد امير بغيت غير ابوردي واحد النقطه دغيا وماش نطول عليك مرحبا. غير هاد الشد والجذب اللي كاين ما بين الجماهير سيرتو دابا الوداد والرجاء دابا داك الصفحه ديالهم هما ديال ديما ديما راه صافي كيبيك داك الشيء بابا تونس غتصور كاع دابا انت نقدروا نقولوا انك انت باغي دير كيفاش انا غادي نفسرها دابا انا غادي نفسرها ولكن بروح رياضيه غادي نقول انك دابا عارف راسك انك انت ما غادي تصور والو يعني داك لو جوار راه مسيني وفاليدي من كاع لي انستيتيسيون اللي كينظموا الكره على مستوى القاره وعلى مستوى الفيدراسيون يعني راه كنعملوا لي انستيتيسيون راه ماشي فقط ديال الدرب هذا دونك كاينين وثائق وكاين داك الشيء ومسيني والفيفا ولا كاف وتشوف كاينين دي بروسيدور بيان ديفيني غادي نقول انك بغيتي دير عليا الضغط لانه سي نورمال غادي تشوف بان الغريم ديالك غادي في واحد لا مونتي اون بويسونس وداكي شي وزاد رونفورس الفرقه دونك سي نورمال تكون هاد لا ريفاليتي ولكن انا ما كنبغيش انا روح رياضيه ضد توشي لعاب باش دير عليه لا بريسيون ها بابا توندي غادي نوضو مي يجاوبوك بحاجه اخرى وما غاديش نساليو حتى شي واحد ما غيوصلش لا تقدر توقع لا حول ولا قوه الا بالله سي فيصل هاد المساله جماهيريه تقدر توقع مقبوله جماهيريا علاش يعني كاين في العالم كلا ريفاليتي وهذا شاد في ميسي هذا شاد في كريستيانو اكسيتيرا اكسيتيرا ولكن اللي ماشي مقبول هو التحول رسميا تولي كخطاب رسمي ديال المؤسسات لان محمد امين ولا كلشي ولا في انترنت للاسف 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 بانه تيلمون دابا الناس ولات اكرو هو مزيان لي ريزو سوسيو ولكن اللي ماشي مزيان هو انت ملي كتجي العمل ديالك ما ديرش الفرق بانك انت راك تخلص على واحد القضيه خصك تكون موثق فيها يعني عندك فيها معطيات موثق فيها يعني اكثر من الجمهور اللي كيتبع لك شحال من واحد فيهم كتلقى نسى شنو كتب كاع في لو مور ديالو مشى للعمل ديالو نساه يعني ضحك عليه مع خوه ولد خالته هذا اكسيترا ومشى للحياه ديال اليوميه وانت باش انا علاش هضرت على ديك اسمح لي نقاطعك علاش هضرت على ديك الصفحه بالضبط لان غالبا هي عندها انسرتان ليجيتيميتي مثلا في الريزو سوسيال كون كانت شي صفحه اخرى كاين اللي كيديروا الساركازم وكيتشكروا كاين واحد اخرين كيديروا السيرك وداك الشيء وكيحرزوا لي زادوليسون والمراهقين وداك الشيء وكيحسب راسو راه غادي يقتل الرجاوي خصو يقتلو ولا خصو يقتلو فهمت كيدخلوا في شي ديلي اخر انت حبيب عقلك وعندك متابعين وكنعرفهم نيت انا زعما راه ماشي ولكن لا 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 فيصل 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 خويا باش نتناقشوا باش نكونوا صراحة عادي جدا انه مثلا مساله تحطت في القانون ولات عندها علاقه بقانون الممارسه اللي هي المساله ديال البند خاص بالصفه الدوليه ديال اللاعبين الاجانب ان الناس اذا كانت في تغريق قلبوا عليه هذه مساله عاديه انما المهم هو الكلام اللي قلتي هو ان كاين المؤسسات الى المؤسسات شافت بانه التعاقد ديالو قانوني فما ما بقاش عندك انسان ما يدير ميه بوليميكي فيها من غير بان الفرق اللي شافت راسها متضرره هذيك الفرق تمشي وترفع القضيه مثلا تمشي كاين لي زانستونس يعني كاين المسائل كاين تقدر تطالب بحق في اي فرق ولكن للاسف هاد القضيه راه بقات غير جماهيريا وتحولت اعلاميا ولكن تطبيقيا على مستوى الفرق حتى شي فريق ما تشكى من هاد المساله الله يخليك صحيح داكشي باش انا درت داك الاستنتاج ديال انه انت غير دابا اطار الغريم وداك الشيء راه القضيه دابا بدات حيت الوداد بحال قلتي فرار راه لا على بعد خطوه ان زعما تدي تشامبيونز ليغ دو فوا دو سويت لا لا انا وشنو هو نفس ديك راه قلت هذاك واحد السيد وكاين الناس ما تقبلاتهاش فاش كان السي اوزان وكاين له احترام كبير
كشخص بعدا شخص سيوزير صدر معك شخص سي فاز كشخص كنعرفو السي محمد كشخس صدر معاه قبل ما تهضر معاك المسير كشخص هو راه حكم في الكره الوطنيه لمده انا داك سي قبياسي اوزال ما عمرو كان كيعطف على الرجاء ولا كان كيعطيها شي فافور انا داك على العلم ان كاين واحد لا تيوري كتقول انه الله يخليك راه ديك لا تيوري هذيك غير طير تيوري راه هذا هو دابا بركان واش كتبان لك عطيني شنو استفدت بركان في الكره المغربيه من نهار جا فوز القجع سمي ليا قول ليا شنو خداو انا كنظن استفدوا انهم تورغانيزاو لا اورغانيزاو ان فوز القجع عنده علاقات بحكم البوست ديالو بحكم الفكر ديالو كيجيب لي سبونسور فوالا ما عندها علاقه بالجميع عندها علاقه بالبوست ديالو في العمل ديالو هذيك البركان الفومون ثاني هذاك لو كاب مزيان مزيان نزيد معاك نمشي معاك ابعد ملي كان السي علي فاسيفيري رئيس ديال فتح الرباطي اعطيني شنو صار الفرق في فتح الرباطي نهار اخر مواجهه امام المغرب تطواني واش دات الفتح الرباطي ما بداتهاش عشرات الماتشات فريق فتح الرباطي انتصر فيهم جوج المرات في الرباط جوج المرات اللي انتصر في عشرات الماتشات الاخرين وكان الفرق 12 نقطه مع فريق المغرب التطواني لو كان كما يعتقد الفتح اللي خفت الله يخليك صحتك الله يخليك صحتك هذا لا يقول باني كنقول لك لا راه ما كاينش هذا وحنا عندنا الجنه وحنا ما يمكنش تكون في اسبانيا لا ما كاينش هذيك المافيا راه في العالم راه في العالم راه كيما الدول كاين متضررين من ديك المافيا ديال المضارب ديال ديك النتائج اكسيتيرا بلا ما نسميهم باش ما نكونش حنا هادشي ما عندناش الحمد لله ما عندناش هاد المسائل هادي شكرا سي فيصل وغير واحد الفكره انت راك كتفهم شويه في الكره بغيت غير تشوف داك الماتش ديال وفاق الصيف علي روتور كيفاش غادي يكون غير باختصار نعم. كيفاش غادي يكون هذا الكارد فينال كيفاش كتشوفوا كنشوفوا بانه جمهور الوداد خصو يعى بانه لا ما يحملهمش اكثر من طاقتهم لان هادو ماتشات سي فري كاين اللاعب محتاجين المدرب ولكن اللاعبين عند الوداد عندهم ما يكفي من التجربه من انهم يسيروا هذا النوع من المباريات الى عقلتي كتعرف مزيان النهج ديال بنزرتي مع حوريه كوناكري في غينيا فاللعابه ملي شافوا راسهم مخزول المدني ما معاونهمش على النهج اللي بغاو رجعوا اللور بلا ما يقولوا لهم المدرب مشاو اللور والسعيدين هو مع النقاش ودوا مع اللاعبين وثبتوا بعضياتهم ودواو دابا فهاد الضغط هذا الشيء اللي كنترجعوا دابا فهاد ولكن ملي كديروا لهم الضغط هذا الغير غير مفهوم راه تيق بيا بانه ولكن ضغط كثير لان كاين بزاف ديال الهضره على الويك علي سي فيصل شكرا تبارك الله خصني نقرا شكرا جزيلا مساء الخير مساء النور اخويا وكاين بزاف اراء الرجاويه الوداديه سي حميد اخويا عيط مرحبا بك اخويا نسمعوا رايك ولو الوقت كيسمح سمعوا رايك سي حميد بالعكس حنا سمعنا تناقشنا مع سي فيصل نقاش ما فيهاش حنا كنتناقشوا دابا مثلا تحت فينا هنا ما كيجزم بالحقيقه كنا كنتناقشوا وبغينا في النقاش نلقاو افكار ونناقشوا افكار صحيح ان ناس اخرين تيهضروا على العاطفه وهذا امر اللي هو عادي جدا لانه محب والمحب كتمشي له العاطفه ماشي العقل ولكن حنا دائما مع كنبغوا نخاطبوا لغه العقل نسيم خويا الله يطولنا عمرك والله يبارك فيك اخويا وشكرا على الكلمات الجميله هذا حميد سي حميد راك بعقلك وانسان مثقف والله يخليك ما تدخلش في هذا العالم الناس راك عارف عندك اصدقاء وداديين كثار وعندك اصدقاء رجاويين اللي كتبقى في اطار داك الدعابه الوداديه الرجاويه لا اقل ولا اكثر دائما مع الاراء ديال الناس تنحاول نقرا الاراء اللي غنستافدوا منها اتونسيون لان الناس كتسمعنا وتتشوفنا كل شيء هذا خويا كيدوي على لي كارت ديال فتح محمد بون صعيب باش تقعد ندخلوا دابا الاخوان دخلوا في هذا النقاش الودادي الرجاوي العقيم اللي كنقدروا الوداد ستفوز بعصبه الابطال هذا العام هنا حمزه الشريبي اول كبيره من جمهورها قضيه فوزير لحد الساعه مازال ما كاينش حاجه رسميه والاشاره نعاود نقولها فوزير بالسعوديه التعاقدات الدوليه تتالي لو 13 ولا يمكن لاي لاعب انه
سيني ما يكونش في المغرب لانه خصو ليغاليزي يعني خصو يصحح الامضاء هنا بالمغرب والبطاقه ديالو خصو توصلوا باش توصلوا خصو يكون اتفاق داك التري بارتي داز وهذيك الامور وي كدوز بسرعه ولكن خاص وصلوا بعد الموافقه كامله وخصو يدير لا فيزيت ديالو ميديكال دونك فوزير الا ما كانش هنا الغدا نعاود نقولها غدا وغدا راه جور ثاني يعني الناس ما تخدمش يعني باقي له مثلا لو 12 من غير الا الرجاء سرعوا له الاتحاد طنجة او الفريق اللي غيجيب فوزير سرع الوثيقه ولا عنده شي علاقات ما كيفاش يقدر يجيب فوزير ويدير له الامور بين 12 و 13 واش هو يكون في المغرب واش هذيك غي اللي كاين وان وكيل اعماله هو الان بمدينه طنجة هذا بخصوص الموضوع الخاص بمحمد فوزير ناخذ مكالمه الو السلام عليكم الو السلام سي امين مرحبا خويا اسم المدينه بخير حميد من كازا اهلا سي حميد تفضل خويا كيداير بخير لاباس عليك الله يبارك فيك خويا تبارك الله عليك انا كنعيط لك سي امين باش هي البرنامج ديالك كنحاولوا ان نعطيو داك الافكار ديالنا مرحبا وحنا بغينا الافكار داك نناقشوا الافكار ما كاينش حاجه الافكار ديال سي افكار انا سي امين قبل ما نجاوب داك السيد الودادي اللي هضر لك على الديون ديال الراس انا نهضر لك على سي دو خيدري الفرنجو هو معك الى وما قبل على كونسيرنو المديونيه ديال طنجة بان الملف ديالو ملف قانوني ما عندوش مشاكل كذا كذا هو الاشاعه اللي دارت على قبل الحفل الفيلاري قال لهم بان كاع اللي كاع الفرق عندهم الملفات ديالهم مزيانين صوف طنجة انا ما عرفتش الناس كيقولوا الرجاء حتى هي والرجاء ما جبدوش على فمو كاع الرجاء هضر على الجمع عام ديال الرجاء في لو 13 وبيان سي ملي باقي ما دارش جمع عام راه باقي الوضع ما كاينش وما جوش الرجاء كاع المساله ديال مثلا ان الالتدابات ما غتكونش كذا غير الاشاعه في المغرب ولات كثيره بزاف ولات كديع بواحد الطريقه ما نكذبش عليك والخيبه ماشي اشاعه كديع كتاول كاين اشاعه هي وكيأولوها الحوايج خايفين على حسب مصالحهم وباش يشوشوا على الفرقه انا نهضر مع دوك الناس قالوا الرجاء ما غتشوشوش عليها الرجاء عند الناس ديالو شادينا دابا انا عندهم لا فيسبوك لا انستغرام لا كتعرفوا ما امين انت مزيان من اوجال والناس اللي معاه راه ما كيعرفوش الفيسبوك بلا ما تشوشوا عليها هذا واحد جوج غادي نهضر لك على قضيه ديال فوزير واحد تقريبا واحد النسبه ديال 90% في طنجة حيت الراجا كون بغات تجيب فوزير كون تجيبو با منخرط في الراجا هو ولد الراجا وكيبغيو الراجا الا كانت الراجا عارفه البيزوان ديال سي في جمال مع غارد وباغي فوزير لكن كاين واحد الضمانه خاصها تحط في العقد ديالو اللي تتصعب الامور انك خاصك دير اوبسيون داشا ديالهم 750 اكزاكتو وتخلص له الصالير ديالو هذه السنه اللي هو 300 مليون 30 مليون في الشهر اللي خصو ياخذ هذا العام هذا من غير لا كومبونساسيون يعني الفرق ديال الصالير ديالو اللي اتفق مع عليه فريق النصر تاعو خصك تخلصو انت اللي هو 300 مليون اتونسيون هذا هو الفرق لانه كيشد مزيان في السعوديه ما عرفتش بالضبط كيفاش دايرين له هذيك الريبارتيسيون ثم هو كان غيمشي لتركيا وتوقفات له المفاوضات فوالا لان توترات العلاقه بين تركيا والسعوديه مؤخرا قال راه مشي لا ما بقاش عنده حل لان باقي التعاقدات مفتوحه في المغرب والصين هو يمشي يجي للمغرب هاد لي دو جوغ اونتر اوجوردي ما عندوش حل من غير انه خصو يكون في هاد لي دو جوغ لان لو 13 تتسالي التعاقدات الدوليه تتسالي اكزاكت وديك لاكارت يلاه خصهم يصيفطوا ليه باش يلعب خصو يدير بعدا الفيد ميديكال ويدير الكارديو ويدير هادشي راه واش هو غيهبط من الطياره ويديرو ما يمكنش وهو كيبان لي واحد 90% في طنجة 90% في 95% في طنجة حميد عندك اضافه لان وصلنا الاضافه اللي عندي وداك السيد الودادي قبيله قال لك هذا انا بغيت نقول له واخا هو بيني وبينك عصبني علاش اللي بغا كيهضر على الرجاء واش غيديروا ما عرفتش ما هضرش بسوء نيه داك السيد ما هضرش بسوء نيه هو تسائل قال لك اودي الرجاء كيقولوا عنده 20 مليار كريدي وكيفاش كدير ريكريتمون قلت لك ما عرفش الانسان اللي ما عرفش ما يقولش شي حاجه ما عرفهاش 20 مليار ديال الكريدي راه كاين بزاف الناس سي امين ما كيعرفوش الفرق ما بين المديونيه والادانه كاين الناس ما عارفينش هادشي هو داك الاشاعه ديال الحسنه اللي خرجها راه كيهضر على من دابا حتى لواحد اربع سنين لعابه اشحال كيتسالوا الفرقه يعني بحال كيدوي على شي حاجه في لافنير شي حاجه اللي باقا للقدام نو ما جبدش لي برودوي اغوسو فوار ما جبد ورا يعني شوف الناس اللي ما عارفينش البيلا وما عارفينش القانون ما عارفينش الفين هو حسبان تلقاو خلاها فاق جبد لي نيتي جبد الضريبه كاع الفرق المغربي خلصوش يعني راه بزاف الامور نعم الناحيه الثانيه سي حميد الله يخليك الوقت قلتي لي عندي ناحيه عطيني النقطه الثانيه صافي بلا ما نجاوبوا النقطه الثانيه كنتمنى حد سعيد فريق الرجاء بداو في الماتش ديال نادي القنيطري وكنتمنى حد سعيد جميع الانديه المشاركه الافريقيه
وسي امين تبارك الله عليك وبون كوراج و... شكرا لينا سعيده تبارك الله ان شاء الله. شكرا يعني. شكرا سي حميد كنتي معنا من الدار البيضاء كان معناك اخر متصف حصه اليوم اللي كنشكر في النهايه بزاف نتوما بزاف بزاف بزاف. غدا ان شاء الله كيتجدد الموعد ديالنا ومواعيد اخرى ومواضيع اخرى. بقاو معنا صفحه اوريزون تي في وليزيكو كذلك ديروا لايك. كاين اخبار كثيره كاين متابعه للمجتمع بصفه عامه رياضه سياسه اقتصاد فن عند اشياء كلها عندها علاقه بالمراه بالطفل وغيره من المواضيع المهمه. كنشكر في النهايه كذلك خالد فرحان والسي محمد الواحي. نتوما غدا ان شاء الله نتلاقاو مع 8:30 نفس الموعد نفس المحطه ونفس البلاصه نفس الاستوديو ماشي نفس المنظر ماكوش لابس هذا اليوم سخسخت شويه المخرج. إلى اللقاء.